مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل عشاق النادي الأهلي في كل مكان، مساء البطولات، مساء الخير على كل من ينتمي إلى القلعة الحمراء. يوم جديد من أيام البيت الكبير. النهاردة هنحتفل مع بعض بالثلاثية. النادي الأهلي في موسم أكتر من رائع، بيحقق ثلاثية تاريخية، الفوز ببطولة الدوري 42، التاسعة الأفريقية، 37 على مستوى كاس مصر، ولسه ان شاء الله اللي جاي احسن. عندنا رباعيه وعندنا خماسيه. بمسي على حضراتكم وان شاء الله نستمتع بحلقه جديده وحلقه رائعه وانتصارات مستمره للبيت الكبير النادي الاهلي.